السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان الاخوات متابعي القناه ديال رشيد تعليم الكيكاج والطرز. مرحبا بكم معنا. عندي لكم واحد البرودوي ماشي درس ما برودوي. هذا غيصلح للناس اللي عندهم بيسيات بزاف اللي عندهم تالي ماشين ديال الطرز طاكسي ديالها وداكشي وتمسح. واحد البرودوي زوين ملي جربته زوين مخي يمسح ديطاش يمسح الغبار اكثر الكلافيات اللي عندو كلافي موسخة وبغى ينقيها راه فعال. نيتويون جربتو عجبني في الكلافي بعدا كيرجعها نقية زوينة كتبان بحال تقريبا جديدة واخا هي موسخة عندي ما كنمسحها ديما وما كتمسحش مزيان شي بلايص ما كيوصلهمش في المسيح. ملي درت لها هذا كيدخل في الغبرة فيما كانت كيحيدها. انا نوريكم كيف كيخدم الخدمة ديالو بان ليا زوين نقي يدها حتى في لي ماشين ديال البواطي حتى هما واي حاجة ولا التليفونات لداخل اللي حليتوهم اي حاجة سميتها اللي فيها البلايك ما كتخافش منه لانه كيطير مع داك الغبار داك الشيء اللي كاينه ما كيخليش لي دا ما فيهش داك الزيوت. انا ندير لكم تجربه تشوفوه راه زوين بالي نقى زوين ما فيهش شي مشاكل ولا فعال. ندير تجربه ونشوفوه كي داير. كيف كتشوفوا انا جربت في هذه البلاصه غير شيت شكرا فيك كي داير كيما بغا ديما كنمسح وكنمسح هاد البلايص هادو هنايا بين هاد البطونات ما كيتمسحش ما كيبغيش يتمسح. الا غسلتي بشي حاجه ما يمكنش تغسلها غيبقى فيها الماء شي برودوي اخر. هذا زوينه عجبني وتقدر تخدمها وهي شاعله هي خدامه انت على البيسي راه شاعل ما طفيش غنبرونشيا هي شوفوها غنبرونشيا وما تخافوا منه حتى شي حاجه. غندير معاكم ليسي وغادي تشوفوا الطريقة كي دايره وبان ليا زوين. برودوي هذا هو كتشوف راه فيه بيسي كلافي سميتو نيتويون راه ماد ان ايطاليا ماشي شي حاجة تشينوا ولا شي حاجة هي اورديناتور كلافي اكران الكتريك هذا الكتريك يعني ما تخافش في حاجه الكتريك ما غاديش يوصلها واخا تكون شاعله ما تخافش منها. راه لامبلوا ديالو اير بريس انسبيراي راه المهم اللي خدا يقرا المنشور ما باين كلشي فيه كيف اي حاجه يعني بعيده على العافيه في 400 مليلتر ها هي نشوفوا الطريقه في هيت في واحد تيو صغير ديالو شنو غدو البنيه كترشو البيسي اللي بيضين هما اللي فيهم الغبار بزاف كيتفاعل إلا كتصوت عليه كيتزادو بلايص كتصوت عليها بفمي اش كيولي يبقى هادشي بشويه بشويه حتى كيتحيد بوحدو مع ترشو تخليه بوحدو غيمشي داكشي هذاك بلاصتي في الغبار. من بعد ملي كيسالي هذا هو كيبداو يتحيدو الا بغيتي دير واحد كلينيكس كدوز غير عليه بحال هكا غير كتحيد ماشي بحال اللي دوك الصقاعات صافي مابقاش بغا تحيد ليه. وتا الا كان كلافي نقي غير محطوط شويه الغبار ما تخافش منه وكيقول لك ما شاعله
قدام الكلافي غنبرونشي في البيس كيبدا يتحيدو بشويه بشويه، عرفتو هاد الجهه كي ولا تينقص على حساب الغبار شحال كاين البلايص لي فيهم الغبار بزاف كتعطل فيهم شويه كيهبط بشويه بشويه. النتيجة كتبان مقارنة مع الجهة أخرى، هادشي الفوق هادشي كي كانت هادي في الأولى، هاد التالية هاهي لي باقي مخصهاش هادي، غندوزو عليه كلو غادي يولي بحال جديد. راه مغاليش لي بغاه، راه مغاليش زوين، راه كاين موجود في السوق، هاهو عندي نتا أنا كنبيعو، عندي الجهة أخرى. سكولي بحال التلج، كتشوف هاد الجهة هي نقصات مبقاش فيها، صافي مشا منها خينا مرشيش. هاو بدا كيتحيد بدا كينقص، ها هنا نقص منو مبقاش، بقاو هاد البلايص فيهم غبار بزاف. حتى لي كارط الكترونيك حتى هما يخدم فيهم البلايك، ودوك اللي بغيت نلقاو يعني ما تحتاج لا ديرهم لا شي حتى على دير شي حاجه وتخاف منهم يتخسروا لك، هكذا زوين. ويسالي ونعاود نوريكم النتيجه الاخيره. النتيجه النهائيه هي شو كيف شفتو فاش داك الغبار، مبقاش كاع نهائيا. انا شوف الا زيد لا والو، انا شوف هاكا تسنى واحد خمسة دقايق تقريبا بالمارش ديال شيتو، ملي كي يسالي ديك الغبرة ديالو ما حدو كيمصدق الغبرة وكينشف حتى كيحيدها معاه تقريبا كاريبا ما كتبقاش فين كتمشي، الله اعلم واش كتشوف حتى تبلا فين كتمشي. المهم يعني قبل المسيح والغسيل و ديما انتظرونا في فيديو اخر ان شاء الله ومعلومه اخرى جديده ومرحبا، واللي بغاها كاينه عندي موجود عندي في المحل كنديرو. حتى اللي بغا يقلب عليها والسميه ديالو ها هي. مرحبا بكم.